واحد بيقول لماذا لم يذكر اي اصحاح من انجيل معلمنا مرقس الرسول في صلاة الاجرية؟ هم ما ارادوش انهم يوزعوا الاناجيل على صلاة الاجرية، كل الاناجيل حاجة واحدة، ما فيش فرق. والانجيليين مش متعصبين لنفسهم، يعني ما تفتكرش ان ماري مرقس زعلان ان ما جاش، كل واحد. ايه الفرق بين ان نقول دي من انجيل ماري مرقس او من انجيل لوقا او غيره؟ ايه الفرق؟ مفيش فرق.